ايه او كنت عايزك في موضوع تاني اخد رأيك. يعني موضوع تفضل، شو الموضوع؟ طبعا انت عارف يا غسو، او انت بتلاحظ قد ايه ميرفت مراتي متزمتة شوية شوية. قول شويتين ثلاثة أربعة أي شوية. عندك حق، وعصبية حبتين. لا هي عجبتني هيدي بحبتين، أي حبتين قول كتير خي عصبية. صلاح افتح قلبك، ما في شي مخبى، احكي. طب ايه، أمشي واجي برة تانية؟ أنا اللي جاي أشتكي، أنا اللي جاي أتكلم، اديني فرصة أتكلم. خي تفضل تفضل، بس إنه احكي شي منطق يعني. الحقيقة أنا زهقت وقررت أن أغير الوضع ده كله. يا سلام، لم ما تقلي بدك تدخلني بينك وبين مرتك. دخيلك، أنا مش حمل مرتك خي صلاح، ولا أنا قده ولا أي حد في الدنيا قده، مش ده قصدي خالص يا غيثو. أنا جاي أخد رأيك في موضوع تاني. إيه رأيك؟ عايز أروح للست سنية تعمل لي حجاب يخلي الزفتة دي طوع تسمع الكلام تحترمني. أقول لها يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، قولا واحدا. انا زهقت من كلمه حاضر في البيت، نفسي حتى لو هقول حاضر اقول حاضر ترج البيت. قلت حاضر.